غادي نبدا لكم من 1906. شنو ديال التاريخ؟ شنو طرا في 1906؟ 1906 اجتمعت واحد 13 دولة في واحد مدينة إسبانية اسمها خزيرات الجزيرات، وداروا واحد مؤتمر اللي بقى شي 4 شهور وقرروا فيه مصير المغرب. ومن بين ما قرروا أن المرسى اللي احنا دايزين دابا حدا على اليسار غادي يبنيوها فرنسا. وجات فرنسا وبدات كتبني في المرسى 1900 نهايه 1906 ودوزوا، كان خصهم الصخر باش يبنيو المرسى. مشاو كيجيبوه من روشنوار، واحد الحي في الدار البيضاء اسمه روشنوار، باش يجيبوه بناو قطار سكه حديديه دوزوها في المقبره ديال المسلمين اللي كان في سيدي بليوط. يلا تزنا حدا غادر المسلمين كيغوتوا، اللهم ان هذا منكر قبوره قبور المسلمين تنهش، وهجموا على دوك الخدامه اللي تما وقتلوا 7، وفي روايات اخرى 9. هذيك هي الفرصه اللي لقات فرنسا باش تهجم على الدار البيضاء، وتم قصف المدينه ايام 5/6/7 غشت 1907. 5/6/7 غشت 1907 ماتوا الناس بزاف، واللي بقاو هربوا، وشي مشى لازمول شي مشى للمحمديه. من تما والدار البيضاء محتله عسكريا من طرف الفرنسيس، الى ان وقعت وثيقه الحمايه في 30 مارس 1912 في فاس. اذا تخيلوا معايا، الدار البيضاء محتله في 1907 هي وجده، وجده كانوا دخلوا لها من الجزائر والمغرب، باردون، والدار البيضاء قنبلوها ودخلوها. وهادشي اللي شفناه حدا كافي دو فرانس، هذيك الساعه كلها كانت قياطن ديال العسكر. ملي جات فرنسا لقات المدينه القديمه، هي اللي غنزورو دابا. المدينه القديمه شنو هي؟ هي الدار البيضاء ولا انفا اللي كان بلا سيدي محمد بن عبد الله في 1700 وشي حاجه. الذاكره ديالي كتخوني في لي دات، دونك ملي نقول لكم 17 وشي حاجه. سيدي محمد بن عبد الله من بعد ما جا لهنا بنى مدينه الدار البيضاء، كان ديك الساعه اسمها انفا، وكلف قبائل الشاويه تدور بها الحائط، وبنى شي حاجه باش يحميها من هاد القلعه اللي غنشوفوا دابا، اللي هي السقاله، سميت بالسقاله. جاب دي زيطاليا من جان دي جنوا، هما اللي داروا الهندسه لهاد البلاصه اللي غنزورها. مني غندخلوا للسقاله نتوما تشوفوا، ما بقاتش قلعه لان دابا توتي دوفني غولاتيف، ولات غير مطعم. نتوما تشوفوا مطعم زوين كيجيو ليه الناس ياكلوا فيه، كيديروا داكشي مغربي زعما. ومن بعد غادي نخرجوا نتسراو على هذا هو الصور المدينه القديمه، ياك سي صار يعني الصور ديال المدينه القديمه اللي كان بقى غير طريف شارع 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 واحد الشارع دابا يجيني سميه دابا مراكش. هادشي كله راب وريباتو فرنسا وسدات بزاف ديال البيبان وعاوتاني قادو شي شويه. هادشي كله اللي كتشوفو ماشي الحيط الاصلي، ماشي لو ميغ انسيان ديال هذا الريكس كافي. كاين واحد الفيلم راه عندكم في هاد البطاقه اللي عطيتكم اسمه كازا بلانكا، هذاك الفيلم ديال كازا بلانكا تصور في 1942 ولكن في هوليوود، ولكن شهر الدار البيضاء. الدار البيضاء كمدينه تشهرت اترافيغ هذاك لو فيلم، وفيه واحد القهوه اسمها ريكس كافي، وشي ميريكانيه كانت خدامه في دار امريكا هنا في الدار البيضاء، دارت هذيك القهوه سمات على ريكس كافي بحال زعما خدات السميه وداك الشيء. فوالا، هاد السيارات اللي كتشوفوا كلهم كيجيو فطرو في لاسكالا نهار الاحد، وراه دايرين شويه ديال الفولكلور فوق. وهاد السقاله راه فرشوها فرانسيس نهار اللي جاو كيقصفوا المدينه في 5/6/7 غشت 1907. وغادي ندخلوا نزوروا هادشي، ومن بعد ديكم المدينه القديمه تزوروا بعض المآثر ديالها، سيدي علا القرواني، وهذيك الصلايه ديال اليهود اللي اسمها تشدقي، وواحد الكنيسه كان عطاها الحسن الاول، كان عطاها الارض الفونس 12 اللي هو الملك ديال اسبانيول. إلي فرانسيسكا إسبانيول جاو وبناو كنيسة تما، راه باقي كاينة ولكن تحولت ولات مركب ثقافي. هادشي كله إن شاء الله غنوري لكم، وغنوريكم مسجد الحمراء
اللي تبنى في 1789. سهله تعقلوا لها حيت التاريخ ديال الثوره الفرنسيه. وغنديكم لها الكونسولا دالمان، كانوا 16 قنصليه هنا في المدينه القديمه، حيت هي اللي كانت كاع الاراضي المجاوره كانت اراضي فلاحيه.